حياكم الله يا شباب، نحن اليوم في زيارة إلى فنجة، إلى البيت التراثي، وبعدين مصور سيف جابنا إلى حارة فنجة القديمة. حارة الحجرة، تسمى حارة الحجرة، وهذا فنجة قديم، يعني كان يسكن في هذه الحارة. هذا المنطقة مثل ما تشوفون، مثل يعني خليها الكاميرا دائما هي تتحدث، يعني نعم. بمعنى انك انت مجرد ما تعمل لك كذا زوم على هذه النافذه، يا سلام، شوف كيف المناطق المطله على هذا المكان، كانه في الخيال. يعني محمد، انا دائما مخيلتي ان يكون هذا المكان، شوف اول ما يعني كذا تشوف هذا المكان، مو يبادر في ذهنك ان هذا يكون مقهى سياحي. تخيل ان هذا يكون مقهى، انتم الحين ضيوف معاي وهنا شرفه، وجايبينكم على هذا المكان. خلينا نقول شرفه على هذا المكان، والاطلاله، الاطلاله وين؟ اي اطلاله، ما اي اطلاله، يعني اطلاله على السوق، اطلاله على الواحه الخضراء الممتده، وعلى الجبال، وعلى قصر فنجة القديم. نعم، بتكون الجلسه هنا اغلى من المنتج اللي موجود في المقهى. انت الحين بتدفع وتدخل هذا المكان، تدفع بدون ما نقدم لك اي حاجه. ضريبه المنظر، ضريبه المنظر. هنا اتوقع هذا منظر استثنائي، مكان استثنائي. انا اعتبره برايي الشخصي، وكذا اتوقع انكم تتفقوا معي اذا قلنا هذا. بالفعل اكيد مكان استثنائي. كم تقريبا عمر هذه الحاره؟ هذه الحاره، شوف، هي هذه الحاره يقام فيها، شو يقام فيها؟ يقام فيها موروث، يسمى موروث العزوة. ترجع هذه العزوة أكثر من 400 عام بحسب الروايات الشفوية، خلينا نقول بين قوسين. الرواية الشفوية دائما تكون كذا، يعني أكثر من 400 عام. ماشي ورقي مثبت، ولكن بحسب الروايات اللي أسمعها يعني من كبار السن الموجودين في هذه المنطقة. العزوة أيام العيد. أيام العيد هي عبارة، والمناسبات أعراس وكذا. هي عبارة عن كذا تجمع شعبي. تجمع يعني هذا موروث تقليدي عماني حافظ عليها الأهالي ومستمرين فيه إلى اليوم. كثير من الفعاليات تقام خلال هذه الفعالية، ثاني وثالث ورابع أيام العيد. بس الله الله شوي صورها. هذا صديقنا يحيى يستكشف. هذه سيفتي فيرست يا صديقي. هذا شوف، يعني ما سد اسمه الواجهة، حط لك مكان اخر، يشوف لك مكان وين يجلس فيه. خلاص هو جالس يهندس، ويش هنا يهندس وين يشرب وين يشرب القهوه. نعم، اي مكان. كيف الخروصي؟ وين وقع اختيارك؟ عموما استاذ محمد، ثاني وثالث ورابع ايام العيد. نعم. الشيء المميز في هذا الموروث، عن كثير من الفعاليات والعزاوي الموجوده في مختلف محافظات السلطنة، الذي يقام فيه أو أنك في حدث مهم وهام، كل حد يقصده بسبب أنه يشوف إطلاق المدفع، طلقة المدفع. طلقة المدفع عادة تكون في أول يوم وآخر يوم. خلينا نشوف هناك المدافع. وهذه إطلالة أخرى على فنجة الجميلة، واحات النخيل. كيف القيض عندكم سيف؟ القيض الحمد لله بعدين، يعني كما يقول الحين كذا مقيضين. تبشير. مقيضين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحين أتوقع أن الأسعار بشكل عام هي منخفضة تماما. مشكلة عادة. عمول. الآن نحن عند المدفع. هذا مدفع يسمى مدفع الشرمي. متى هذا؟ صار له فترة طويلة ما تم إطلاقه. لكن متى؟ لما رجع مولانا الراحل السلطان قابوس الله يرحمه طيب نظرة من بعد رحلة علاج، الحمد لله استبشرنا بالخير في الفترة، على أساس أنها كانت هي فرحة، وقام هي كانت فرحة مستمرة وفرحة ممتدة، وكان هاي فنجة اتفقوا على يطلقها على هذا المدفع. نعم، فرحة العودة يعني. كأنه عيد. نعم. وإيش الفرق بين هذا المدفع والمدفعين الآخرين، وليش ما جنب بعض؟ شوف، المدفع هذا مدفع يسمى مدفع الصنبارة، هذا الصغير هو كثير ما يطلق، يعني يتم طلقه في أيام العيد. والمدفع اللي جنبه مدفع بوسناسر، هذه المدافع الثنينة عادة كثير ما يعني يتم استخدامها في أيام العيد. هذا يتم حشوهم بالبارود، كله صناعة محلية. صناعة محلية توقف، لكن أحيانا في بعض الأشياء تفاصيل دقيقة موجودة. نعم، هي تفاصيل كذا، ولكن هي مثل ما قلت لك تحشى بالبارود،
ما في اي طلقات، يعني واحد يتصور لك يقول كل الطلقه وين توصل وين تضرب في اي جبل، لا لا ما في اي حاجه، بس هي عباره عن كذا ما شيء رميه تطلع، لا 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 بس صوت، بس يحسب البارود فقط ولا غير. يعني هذه تعتبر عاده قديمه، عاده جميله من العادات الجميله، من العادات الجميله والمحببه لكثير من الناس ولكثير من الاطفال والكثير، وايضا هي يعني عمليه تنظيم هنا موجوده قائمه ومستمرين فيها. يعني ما شاء الله، هذا فلق مار هنا ولا ويش؟ لا لا لا، هذا مكان تجمع للناس، تجمع فيها تجمع فين هذا المكان؟ لا لا، هذا مكان نسميه المكان الباع مختص، الناس تبيع فيه يعني وقت ايام العيد وقت اطلاق المدفع. نعم، هذه اماكن مخصصه للباع، تعرف هذه العزوه ايضا كثير من الاطفال موجودين، يعني الاطفال دورهم في هذا المكان ما شاء الله. هذا المكان هنا عم مكان كذا، على الاقل تطلع من يطلع منها بابتسامه، يعني ماخذ لك لعبه، ماخذ لك كذا ذكرى لهذا المكان. هذا المكان يعني مبارز للسيف. ما شاء الله. اي نعم، هذا مكان اطلاق المدفع. جميل جميل، شكرا جزيلا يا معلم. هذا الشارع الرئيسي اللي جاي من نزوة يروح إلى سيح الأحمر مسقط بهذاك الاتجاه، وهذه فنجة قبل الغروب. أنا ما أريد أوقف تصوير لأن مناظر تشجع كلك. أنت قاعد تقضي اليوم من الليالي الفنجاوية. نعم، مكان استراتيجي الليلة فنجاوي.